بعد فقرتنا رفقة دكتور لطفي الصغاري اللي كنهتموا دائما بالتغذية ديالكم، تنمشيو ملفاتنا الطبية الصحية لكل يوم. كيكون عندنا ملف خاص تنحاول نفتحوه، نعطيكم كم كبير ديال المعلومات النصائح التوعية. ودائما كنقولوا كنراعيوا دائما الظروف وكنراعيوا كذلك المناسبات وتراعيوا ايضا حتى الاحتياجات ديال المستمعين ديالنا على حسب اختلافها. حنا في اجواء ديال الصيف، أجواء زوينة بزاف، مغرية ديال السفر، ديال العطلة، ديال الاستمتاع والاستجمام بعد الضغط ديال السنة كاملة، ديال التحصيل الدراسي، ديال الفيق بكري. فالأسر المغربية في الغالب في الغالب كتحاول أنها تبدل شوية الروتين. ولما كنتكلموا على السفر تنقولوا غادي نغيروا شوية في نظام ديالنا العادي اليومي اللي هو الأكلات على برا. اكيد حاجه اللي هي زوينه، تنريحوا مولات الدار، تنبدلوا شويه الوليدات، تبغوا يستمتعوا بالاجواء ديال صحبه ديال السفر. ولكن دائما انه الانسان يعرف فين ياكل، بحكم انه موضوع حلقتنا ديال اليوم عنده سبب نزول ديالو، هذا هو المقصود، انه نعرفوا فين ناكلوا، نعرفوا شنو ناكلوا، نعرفوا التوقيت ديال الماكله ديالنا باش ما يكونش هناك واحد الضرر ولا واحد الخطر ديال تسمم غذائي لا قدر الله يقدروا يتصابوا به وليداتنا والاسره ديالنا. علاش؟ لانه سمعنا مؤخرا انه ارتفعت حصيله وفيات تسمم الغذائي بسبب تناول فقط غير واحد وجبات سريعه باحد المحلات ديال البيع ديال اكيد المواد الغذائيه، ولا الناس اللي كيكونوا خاصين ديال الاكل اللي كنمشيو حنا عاديين كنتقدموا من عندهم وكناكلوا من عندهم. الغرض والهدف انه نستجمو السيناريو اللي ما كنتمناه حتى شي الاسره. تم نقل المصابون من بينهم اطفال الى المستشفى بعد ظهور اعراض تسمم الغذائي عندهم. ايضا مؤخرا كانت مدينه تيزنيت كذلك محطه اللي تناولتها الاخبار هي الاخرى، عرفت في الايام القليله الماضيه حاله مشابهه راح ضحيتها 30 شخص، تخيلوا معي 30 شخص بعد تناولهم وجبة عشاء بمحل للأكلات السريعة. هذا اللي غيخلينا أنه واحد تقرير سابق المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية قالت بأنه المواد الغذائية كتعد العامل الثالث اللي يقدر يؤدي لارتفاع حالات تسمم بالمغرب كل سنة، وهذا ما جعل من التسمم الغذائي كيشكل 17% من مجموع التسممات اللي كتسجل في بلادنا. يعني رقم ماشي سهل، رقم اللي يخلينا نتناولوا هذا الموضوع مع اهل الاختصاص بطبيعه الحال، وحنا غادي نتناولوه بشق دائما يعني غنقولوا الوقايه خير مليون من علاج. شنو غنديروا في هذه الوقايه؟ كيفاش غنديروا نختاروا الاماكن فين ناكلوا؟ شنو نديروا باش نختاروا الاكل المناسب لنا لرحلاتنا ولعطلنا الصيفيه؟ فين نقدروا نتناولوا وحنا بامان؟ وغيرها من الاسئله. حاضر معايا الدكتور مشكور على تلبية دعوتنا، الدكتورة العياسي سارة اللي هي أخصائية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والشرج، خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، طبيبة داخلية سابقا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، حصل على دبلوم في الأمراض الالتهابات المزمنة للأمعاء بباريس. وتنشكرها دائما على تلبية دعوة برنامجنا للا فاطمة. دكتور صباح الخير. صباح الخير مدام، شكرا على الاستضافة وسنة هجرية سعيدة ليك ولجميع المستمعين، تمنى تكونوا على خير. يا ربي امين. فعلا انه لما كنتكلموا على هذه الارقام وتنتكلموا على هذا الموضوع فهو وليد الساعه، يعني سبب النزول هذه الوقيته ديال بزاف ديال الاسر كتسافر بغرض انها تستجم في العطله ديالها الصيفيه. صح. فاذا بها لا قدر الله كتقدر توقع في المحظور، كتقدر يوقع دراما، قدر وقوع حالات وفاه فيهم وليدات، فيهم ناس مسنين للاسف كنسموا هذه الاخبار هذه. فهادشي اللي خلينا اليوم في ملفنا الصحي الطبي اليوم نتناولوا هذا الموضوع ديال التسمم الغذائي. حنا غادي نتكلموا فقط على التسمم الغذائي، علما انه كاين بزاف ديال الانواع ديال التسممات. كاين كذلك تسمم العقارب اللي محصل على المرتبة الأولى اللي كاين في بلادنا سورتو في المناطق الجافة، وايضا تسممات بالادويه السامه لا قدر الله. انت كتعرفي انه دابا وقيته ديال حتى ربات البيوت الله يسمح لينا يعني في هذه الوقيته كتقول كنخمل وتنشقى وتندير داك ضد الصراصير وضد الحشرات المنزليه وعدد وعدد من الحويجات، فكتولي كتنظف كتولي الله يستر مشاكل اخرى الله يحفظ، واحد المبيدات الكيميائيه وغيره وغيره. فموضوع مهم صراحه ياك دكتور. بيان سور موضوع مهم، باسكو كيما قلتي الانسان كيبغي يخرج يبغي يفوج كيصدق في مشاكل يعني الله يستر مرض ولا وفاة، واحد ما غادي يبغيها. وان شاء الله نوضحوا شحال ديال المعلومات للمستمعين، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. فانا كنشكركم انتم كفاءتنا الطبيه على تلبيه دعوتنا، لان الهدف التوعيه راجع لكم اكيد. شكرا للمستمعين ديالنا الاعزاز اللي غادي يكونوا معنا في الاستماع، غادي يتبعوا معنا اكيد عدد من النقاط كيف ما شرط الدكتور غادي نتناولوها. انتم بدوركم الى عندكم اي ملاحظه، عندكم اي سؤال، تعرضتوا لا قدر الله لهذا النوع من الحوادث في شي عطله، ولا مازال عندكم الذكريات صعيبه ومازال متخوفين،
او الناس اللي يعني كتعرفي انه حالات كاين اللي واخا تياكل ما تيوقع ليه والو، حنا غادي نعرفوا هذه المساله هذه كما غنهضروا عليه ان شاء الله ونوضحوا. رقمنا 0522 31 33 33. رقمنا الثاني اللي هو 0522 30 30 00، هذو ارقامنا ديال ستاندار المفتوحه. ايضا تقدروا تفعلوا معنا من خلال رقمنا ديال الواتساب اللي هو 0 2 4000 4. وباش نتكلموا يعني بدقه غادي نخليو فاصل موسيقي فاصل اعلاني، ياك دابا موسيقى ماكيش موسيقى، فاصل اعلاني ومطرين ثواني وراجعين، خليكم معنا مستمعين. الكفاءة الطبية ديالنا اللي منورانا في بلاطو البرنامج لالا فاطمة دكتورة ياسي سارة أخصائية في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والشرج. دكتور، بحكم أنك اختصاصية في الجهاز الهضمي، أنا مركز على الجهاز الهضمي، وحنا موضوع ديالنا التسمم الغذائي اللي قلنا أنه كيكثر في هاد العطلة الصيفية، فنفهموا بعدا شنو هو التسمم الغذائي وشنو الأسباب ديال التسمم الغذائي اللي كتكثر خلال هاد العطلة والأجواء الصيفية. داكو، ألوغ التسمم الغذائي هو مجموع الأعراض الناتجة على تناول واحد الأطعمة مضرة. هاد الأطعمة ملي كنقولوا مضرة يعني سواء فيها جراثيم سواء فيها شي مواد كيميائية مضرة بالذات. داكو، هاد الشيء تيكون نتيجة لمجموعة ديال العوامل، يعني كما قلنا كتو طالو ماشي أي واحد كلا واحد الأطعمة فيها جراثيم راه غادي يوقع ليه المشكل، ولكن كاين واحد العوامل عندها علاقة بالماكلة أون المام يعني في حد ذاتها وبطريقة التحضير ديالها والتخزين ديالها، وكاين عوامل متعلقة بالإنسان اللي غادي ياكل ديك الماكلة، يعني بالعمر ديالو يعني الجنس ديالو واش عنده أمراض المناعة ديالو كيفاش دايرة. هادو كلهم هادو كلهم عوامل كتدخل في التسمم الغذائي. يعني ماشي فقط غير الماكلة بوحدها، ماشي غير الماكلة بوحدها. حنا غنجيو من بعد نقولوا علاش بزاف الناس كياكلوا نفس الماكلة وماشي كلهم كيوقع لهم نفس الأعراض. ألوغ التسممات الغذائية كتوقع في العام كامل، يعني راه ماشي غير في الصيف، ولكن فعلا الأعداد ديالها كتكاثر بزاف في الصيف، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال العوامل، أهمها هو ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والعادات الغذائيه اللي كتبدل كما قلتي قبيله. يعني ان الانسان فاش كيكون الصيف كيبغي يرتاح، كيبغي يخرج، كيبغي يخرج وليداته، تواح ما كيبغي يطيب في الدار هذه كاملين، سكيفي كيضطر انه ياكل برا ولا يقاد الماكله ديالو خارج الدار. وهنا فين كيوقعوا التسممات، وبغيت نوضح واحد النقطه، وانه اكل المطاعم راه ماشي بوحده هو اللي كيسبب التسممات الغذائيه. الانسان راه يوقع عليه التسمم واخا يكون طيب في داره، واخا يكون قاد الماكله ديالو هو خارج الدار ديالو الا ما كانتش محفوظه بطريقه صحيه. احنا غنهضروا عليها ان شاء الله باذن الله. صحيح، يعني ماشي فقط الامور غير الاماكن فين غناكل، فوالا باش ما نقولوش غير المطاعم اللي كيديروا المشاكل، خاص الناس حتى هما يوعوا. طيب قلتي لي درجه الحراره والرطوبه، ياك واش كتاثر على الغذاء في حد ذاته ولا على نمو الجراثيم في هذا الغذاء؟ الوغ نفهموها باش المسلمين يتبعوا بها، خاصنا نعرفوا بان الجراثيم ما كتكاثرش غير في الذات ديال الانسان، كتكاثر حتى في الوسط الخارجي. أيوة. وكتقدر تعيش مده طويله. حنا كنصحبوا بان الجرثومه مثلا كاينه في واحد الغذاء غادي تبقى شي دقائق وغادي تمشي، لا. نعطيكم مثال تاع واحد الجرثومه سميتها السالمونيل، السالمونيلا من اهم الجراثيم اللي كدير لنا تسممات غذائيه. نقدر نقول لك بان تقدر عايشه حتى ساعه ونص في اليدين، تقدر تعيش حتى 60 يوم في الخص، وتقدر تعيش 60 يوم في الخص دكتور، 60 يوم في الخص وفي القزبر المعدنوس، وتقدر تعيش 3 شهور في الزبده. يعني غير باش نقول لك انه بلا درجه الحراره هي مقاومه بزاف الوسط الخارجي. دونك ملي كيتزاد العامل ديال الحراره، الحراره كتساهم في التكاثر ديال البكتيريات. والحراره يعني الاوبتيمال اللي كتكاثر فيها ديك الجرثومه هي ما بين 0 و 60 درجه، يعني عندنا واحد درجه حراره كبيره اللي ممكن تكاثر فيها البكتيريات. وهذه هي الجرثومه الوحيده المسببه للتسمم، ولكن انواع اخرى، لكن انواع احنا غنهضروا عليهم. انا عطيتكم مثال ديال وحده من الجراثيم باش نعرفوا يعني حجم المشكل شنو هو الا ما حضيناش. زيد عليها ان الجراثيم كتكاثر عشرات المرات اكثر في وسط فيه الرطوبه باغابوغ الوسط اللي ناشف. دونك هادشي علاش كنفهموا انه في الصيف كيكثروا المشاكل، يعني في الحال ملي كيكون الجو بارد في فصل الشتاء راه كاينين المشاكل، ولكن مع داك الجو كيكون بارد بحال كيدير لنا شويه لافي ديال الثلاجه كيعاون شي شويه باش ما يتكاثروش الجراثيم. يعني عامل الرطوبه والحراره، والحراره كيحمق عليهم الجراثيم. الحراره بزاف باش كتكاثر وكتعيش. اكزاكتو. الانواع الاكثر شيوع دكتور والمنتشره بزاف واللي كتسببها التسمم الغذائي في الصيف، عطيتينا نوع واحد عطيتك واحد مثل. لا كاين بزاف، بغيت شو الاخطر فيهم؟ بغيت نحدد واحد المسألة بعدا، بأنه التسممات الغذائية بخلاف ديكشي اللي كيصحابوا الناس ماشي ديما غير الجراثيم. كاين بزاف الأنواع تاع التسممات الغذائية، كاين الانفكسيوز اللي هي كتكون عندها علاقة بجراثيم، وكاين النون انفكسيوز يعني عندها علاقة سواء بمواد كيميائية ولا بواحد النوع ديال السموم اللي كتفرزها بحال دي شامبينيو يعني الطفيليات.
داكو. دونك بالنسبه اللي عندها علاقه بالجراثيم فعلا هي الاكثر شيوعا. الجراثيم نقدروا نقولوا بان كتنقسم ثلاثه الانواع، كاين البكتيريات الفيروسات وكاين الطفيليات. داكو. دونك بالنسبه للبكتيريات اللي نقدر نقول لك كثار بزاف، كاين السالمونيل، كاين ستافيلوكوك، لي شيغيشيا كولي، لي شيغيل، والكومبيلوباكتير. هادو ما اكثر وحدين كنعرفوهم واللي كيديروا تسممات عندنا هنايا في المغرب وفي العالم كامل. بالنسبه للفيروسات كاين لو غوتا فيروس، وكاين واحد الفيروس اللي الناس بزاف ما عارفينش بانه تسمم غذائي، اللي هو الفيروس تاع الهباتيت ا، الالتهاب الفيروسي الكبدي ا. الكبدي ا صحيح. شحال الناس ما كيسحبوا بانه بحال الانواع الاخرى ديال الفيروسات الكبديه كتنتقل عن طريق الدم ولا اخر. ولكن الفيروس الهباتيت ا كينتقل عن طريق الاكل، وكيكون بزاف فواكه البحر. وفواكه البحر كما كتعرفوا راه كتكونسوما بزاف في الصيف. دونك كتكثر كيكثروا هاد المشاكل ديال الهباتيت ا. بالنسبه للطفيليات كاين عندنا اللي كثير عندنا في المغرب، كاين لونطامويبا استوليتيكا، وكاين واحد النوع تاع الطفيليات سميتو لا توكسوبلازموس. هاد لا توكسوبلازموس تقدر مثلا الا تناولها انسان المناعه ديالو مزيانه ما يوقع ليه حتى شي حاجه، ولكن كتشكل خطر كبير على النساء الحوامل. صحيح. لانه كتقدر تشكل خطر على الجنين ديالهم. وتقدر الله يستر دير تشوهات في دماغ الجنين. دونك هادو هما الجراثيم الاكثر شيوعا. باش نجاوب على السؤال ديالك شنو هي الاكثر خطوره، ما غاديش نقدر نقول لك كاينه شي بكتيريا اكثر خطوره من اخرى، لان كما قلنا في الاول هاد الشيء كيتعلق بزاف ديال العوامل. يعني تب مناعه الانسان، تقدر واحد الجرثومه ولا بكتيريا اللي عاده ما كتعطيش اعراض خطيره، الا جات عند انسان مثلا مريض بسكري ولا كياخذ شي ادويه على مرض مزمن دير ليه مشكل خطير. يعني الارضيه كتلعب دور ديال داك الشخص، كتلعب دور كبير. والعمر ايضا قلت لي العمر، العمر الاطفال اللي كنسمع هذا الغوتا فيروس كنسمع هذا اكزاكتومون. غادي نهضروا على الفئات الاكثر عرضه. بغيت غير نوضح واحد النقطه، قلنا بانه التسممات كتكون سيكوندير الجراثيم في اغلب الوقت، ولكن كاين من غير الجراثيم كاين شي مواد سامه وشي سموم اللي كتقدر تكون عندنا في الدار وما عارفينهاش. مثلا كاين فكره بحالاش مثلا هو بون كاين واحد السموم اللي سي فري ما عندناش بزاف في الدار ديالنا، بحال مثلا الرصاص، بحال الزئبق. طيب داكشي علاش حيدو دوك لي ترمومتر القدام كان فيهم الزئبق تحيدو لانه كيدير تسمم. كاين واحد الحاجه ما كنهتموش ليها، هذيك الغموليه اللي كتنوض في الحبوب وفي كسكسو في القطنيه. شحال مره كنقدروا ما نعطيوهاش اهتمام، ولا كيقدر مثلا شي انسان يلقى اي واحد شويه يقول ماشي مشكل ما فيها باس. خاصكم تعرفوا انها سميتها ديك الغموليه كتطلق واحد السموم سميتهم لي ميكوتوكسين. وهاد لي ميكوتوكسين ما تيعطيوش واحد التسمم حاد بحال دوك الاعراض العاديه اللي غنهضروا عليهم من بعد، كيعطي واحد التسمم يقدر يكون مزمن، يقدر يعطي خلل في الخلايا المناعاتيه ديال الانسان، ويقدر يعطي الله يستر سرطانات. دونك كنصح الناس انه اللي بانت ليه الغموليه في الخبز ولا في الحبوب ما يحيد وما يعطيهاش حتى للحيوانات، لانها كتقدر الله يستر تنتشر من بعد. طيب دكتور انا كنشكرك صراحه على كم هذه المعلومات، وحنا مازالين غاديين مستمرين غنقولوا شنو العلامات اللي غتبان على واحد مثلا وقع له تسمم غذائي. بالنسبه للعلامات هي علامات كثيره وكتختلف على حساب النوعيه ديال الجراثيم. داكوغ. دونك هاد العلامات سي فغي العلامات اللي كثيره بزاف هي اللي كتكون تاع الجهاز الهضمي. يعني كيكون مغص ولا الم في البطن، كيكون قيء، اسهال، كيقدر يكون ارتفاع درجه الحراره. وبغيت ننبه لواحد النوع تاع التسممات الناس ما عارفينوش بزاف سميتو لو بوتوليزم. هاد لو بوتوليزم واحد التسمم تيجي من واحد البكتيريا اللي كتكاثر في لي كونسيرف، يعني العلب، العلب او المصبرات او المصبرات. الوغ هاد البكتيريا استهلاكها في الصيف اكزاكتومون. والمشكل انها ما كتعطيش بزاف اعراض الجهاز الهضمي، كتعطي اعراض عندهم علاقه بتسمم الخلايا العصبيه. يعني الانسان مثلا يقدر ياكل واحد الكونسيرف اللي فيها مشاكل، من بعد كيبدا كيشدو شلل، من بعد كيولي كيشوف دوبل ما كيبقاش يشوف مزيان، كيقدر يعني كنشوف في الخلايا العصبيه. كدير تسمم في الخلايا العصبيه، يكون جالسه كتبدا الشفار ديال عينيه كيطيحوا، ما كيعرفش شنو كاين. هذا راه تسمم كيغاف وخاصو يشوف طبيب في اقرب وقت. على قد اقرب وقت شنو يا دكتور المده الزمنيه اللي متوقع انه يظهر لنا هاد الاعراض بعد مثلا ما كلينا واحد الطعام اللي هو متلوت او فيه مشكل؟ شحال غيبقى المده الزمنيه؟ كما قلنا كتختلف على حساب الجراثيم، ولكن في اغلب الوقت كتمشي ما بين 30 دقيقه وما بين 8 ديال السوايع.
داكوغ ممكن يطرى فيها المشكل. كاين شي مرات تسممات اللي كتقدر تمشي حتى 72 ساعه يعني 3 ايام بحال شكل البوتوليزم. والانسان ما كيعرفش بالضبط شنو اللي دار ليه المشكل. هو بالنسبه ليه كيفكر شنو كلا البارح ولا الصباح، ولكن راه المشكل وقع هذه 3 ايام. يعني كاين تفاوت في المده ماشي تمتم يعني ماشي ديما ماشي ديما على حسب. طيب غنقولوا الفئات العمريه الاكثر عرضه للتسمم الغذائي وعلاش قلنا الفئه الاطفال. الفئات العمريه الاكثر عرضه هي كتوقع لكل شيء باش نكونوا فاهمين، يعني ماشي الانسان يقول راه انا صغير صحيح ما غاديش يوقع لي المشكل. كتوقع لاي واحد، ولكن الاكثر عرضه كاين الاطفال اللي قل من 5 سنوات، الناس الكبار في السن، المراه الحامل باسكو كما قلنا صح صح هي فوضى فوالا، وكاين الناس اللي عندهم الامراض الالتهابيه المزمنه ديال الجهاز الهضمي بحال مرض كرون والار سي اش، واحد الامراض اللي ما معروفاش بزاف ولكن دغيه كيتصابوا بتسممات غذائيه، والناس اللي عندهم ضعف المناعه بسبب ادويه ولا امراض. علاش هاد الناس كاملين؟ باسكو كلهم هما حالات اللي كتنقص فيهم المناعه. كل شيء عنده علاقه بالمناعه. كل شيء عنده علاقه بالمناعه افكتيف. طيب دكتور معنا كان اتصال غناخذوه سريعا. نتمنى تكون مازال معنا السيده مسيدي بن نور، ما عرفتش واش مازال معنا فريقنا التقني. ناخذ فاطمه زهره ممكن، ومن بعد غادي نذكر بالارقام سريعا. انا عارفاكم اكثر، حابين نتواصلوا مع دكتور لياسي ساره اخصائي في امراض الكبد والجهاز الهضمي، وتنتكلموا على التسممات الغذائيه اللي قدر لا تقدر توقع في هذا الشهور ديال الصيف وديال العطله مع اسرنا ومع وليداتنا. الله يحفظ الجميع، حنا بغينا العطله ديالكم تكون ممتعه. المراه الحامل باسكو كما قلنا صح صح هي فوضى فوالا، وكاين الناس اللي عندهم الامراض الالتهابيه المزمنه ديال الجهاز الهضمي بحال مرض كرون والار سي اش، واحد الامراض اللي ما معروفاش بزاف ولكن دغيه كيتصابوا بتسممات غذائيه، والناس اللي عندهم ضعف المناعه بسبب ادويه ولا امراض. علاش هاد الناس كاملين؟ باسكو كلهم هما حالات اللي كتنقص فيهم المناعه. كل شيء عنده علاقه بالمناعه. كل شيء عنده علاقه بالمناعه افكتيف. طيب دكتور معنا كان اتصال غناخذوه سريعا. نتمنى تكون مازال معنا السيده مسيدي بن نور، ما عرفتش واش مازال معنا فريقنا التقني. ناخذ فاطمه زهره ممكن، ومن بعد غادي نذكر بالارقام سريعا. انا عارفاكم اكثر، حابين نتواصلوا مع دكتور لياسي ساره اخصائي في امراض الكبد والجهاز الهضمي، وتنتكلموا على التسممات الغذائيه اللي قدر لا تقدر توقع في هذا الشهور ديال الصيف وديال العطله مع اسرنا ومع وليداتنا. الله يحفظ الجميع، حنا بغينا العطله ديالكم تكون ممتعه وتخلي الذكريات زوينه وما تقلبش لا قدر الله بشي دراما ولا بشي مشكل. هادشي علاش كنقولوا دائما الحيطه والحذر والاحتياط والوقايه خير من قنطار علاج. ارقامنا التحاليل ما عطانيك حتى حاجه. داكو وقالت لي عندك ميكروب في الدم. داكو دونك بون صعيب نعطي استشاره. صعيب نعطي سؤال. شنو السؤال فاتن زهره؟ شو السؤال ديالي؟ واش الميكرو في الدم لهالدرجه كيحتاج للسكانر ولهادشي، اولا المصران المعده عنده علاقه بهادشي؟ وبغيت نعرف هاد الحبوبات اللي خرجوا في الكلاوي واش هادشي عنده شي علاقه؟ حنا ما كانت مريضه ما حتى شي حاجه، حنا اللي ضغطنا عليها ما كانوا عندنا الاعراض. شوف هو صعيب نعطي استشاره طبيه وانا ما شفتش المريض، كنظن بانه الطبيب ولا الطبيبه اللي شافتها هو يعني اكثر كفاءه مني في هذه الحاله بيسكو هو اللي شاف المريض. هو مزيان الانسان علاش كيمشي يدير زياره طبيه اصلا؟ ماشي ديما حيت حاس بالاعراض، ولكن راه مزيان هذا الشيء اللي درتو، يعني لقيتو مشكل قبل ما السيده تحس بالاعراض، وهذا الشيء ما تيمنعش على انها تتبع الفحوصات ديالها. دونك اللي غادي نقول لكم هو انه هذا الشيء اللي كتقولي ممكن يكون بزاف ديال الامراض، يعني تبعوا النصيحه ديال الطبيب ديالكم، واذا كانت محتاجه دي زيكزام من الاحسن ديروهم، يعني مادام انا الطبيب لقى مشكل ومطلب اكزام الا وكان داعي انه يديرو، وان شاء الله يكون الخير والله يجيب شفاء الوالده ديالك يا رب امين. شكرا لك دكتور على جواب دكتور ساره. شكرا لك فاطمه زهره حبيبتي انك تشاورتي مع الدكتور. فعلا احنا في الحدود، يعني احنا ما عارفينش الملف الطبي وما عندناش فحوصات ولكن تبع تعليمات ديال الدكتور ديال ادرا لانه هي اللي دارت الفحص. يس هي اللي دارت الفحص صحيح. دكتور غادي نمشيو فقط غير فاصل اعلاني قصير تمام 10:30 ومن بعد راجعين نخليكم معنا. كتسمعوا دابا لإذاعة أم أف أم. تيليشارجي كتر، ستريمي كتر، العب كتر، تفرج وبارطاجي كتر مع سخاوات اتصالات المغرب. اشترك فورفيات النقال واستفد من رصيد إضافي كيوصل حتى 5 جيجا شهريا لمدة 3 شهور. عرض كل سخاء صالح إلى غاية 31 غشت. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. ما كان محسن انك تسافر مع ستام، ولكن سافر وانت عود في برنامج الوفاء كلوب ستام حاجه اخرى. سجل دابا في كلوب ستام وربح 5% من قيمه كل تذكره شريتيها. ونزيدك الى سافرتي من 8 جويه حتى 4 اوت يمكن لك تشارك في القرعه باش تحاول تربح قسيمه شراء بقيمه التذكره ديالك. مع كلوب ستام سفر ديما في الربح. سجل دابا على الموقع ستام.ما عرض غادي على الشروط. كتسمعوا الإذاعة ام اف ام في الداخلة على الدبدبة 93 نقطة سعود. الورد في جنانك ما يدبان على الفطيمة. رجعنا معكم مستمعينا الاعزاز بعد الفاصل الاعلاني لتمام العشرة وثلاثين دقيقة. سريعا غادي نرجع نكملوا حديثنا لانه عندنا محطات كثيرة اسئلة مهمة. ياك دكتور العياسي ساران ذكر دائما الموضوع، الناس يلا انضموا لينا وشعلوا الراديو يعرفونا علاش كنهضروا بعدا. كل يوم كتعرفوا انه في حلقات برنامجكم الاسري كيكون معنا ملفات طبية، كفاءات مشكورة كيكونوا حاضر معنا في البلاطو كيجاوبوا على كل تساؤلات ديالكم وتساؤلات حتى ديالي، بحكم انه فعلا ظرفية دابا الاجواء ديال الصيف كنحاولوا نختاروا بعناية المواضيع ديالنا وملفاتنا الطبية. اليوم اختارينا نتكلموا على التسمم الغذائي والصيف رفقة دكتور عياسي سارة أخصائي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي. دكتور وتكلمنا على بزاف ديال الحوايجات مهمة، أنا كنشكرك عليها صراحة. شكرا. وغادي نمشي ونذكر سريعا غير بالأرقام 0522 30 30 00 أو رقم تاني هو 0522 31 33 33. هادو خطوطنا مفتوحة ستوندغ راه كاين. كنشكر دائما فريقنا التقني الرائع اللي كيزودنا بالمكالمات داخل البلاتو. أنا عارفة طلبات كثيرة ياك دكتور، شوف انت كتشوف معنا المكالمات كثيرة لأن موضوع الحادث ملي كنتكلموا على العطلة الصيفية بزاف ديال الحالات كنسموها واردة في الأخبار، مواقع التواصل كيشيروا لها، الناس تتولي تتخاف فين تاكل اش من غتاكل، وماشي قلنا انه كل شيء اللي كل على برا راه غيقدر يتصاب به كاين اوكي، فباش ما نهولوش عاوتاني الموضوع. أرقامنا دائما مفتوحة ومعنا اتصال سي عزيز من الدار البيضاء ناخذ السؤال ديالو. دكتور السلام عليكم سي عزيز. السلام عليكم. صباح النور يا سيدي. مرحبا. صباح النور. عندي لي شي سؤال أسئلة عند الدكتورة عفاك. تفضل يا سي عزيز. مرحبا. تفضل. كنت درت واحد كونسلطاسيون عند الدكتور وكان قال لي راه خاصك عندك ضروري دير الفيبروسكوبي. مي درتو عندي جرثومة المعدة والدرجة ديال جرثومة المعدة هو دو بليس. شنو يعني خرج لي طريط مود هو استديال مدة شهر زعما كان بغيت نشوف انا واش انا تكون فاتني ولا هادي ولا وشنو وشنو انا خاصني نعود زعما كاين في الاكل اللي خاص مسموح لي انا ناكلو ولا ما يسمح لي ما ناكلوش. يعني هذا موضوع اخر هاد ديتينا ليه صراحه جرثومة المعدة، الا بغيتي نتناولوها في حلقاتنا الجايه ما كاين حتى مشكل، ولكن حيت نتكلموا على التسممات الغذائيه مستمعينا الاعزاء فحتى الدكتور نحترموا ياك التحضير ديال الموضوع. الا بغيتي تجاوبي تفضلي. كان انا طرق على الموضوع فهاد ماشي مشكل، ما كانش فهاد الموضوع ماشي مشكل سيدي ماشي مشكل. شي افادات واخا سريعا شي افاده ممكن دكتور؟ الوغ جرثومة المعدة نورمالمون خديتي الدواء ديال جرثومة المعدة، كنظن بانك ديجا متبع مع الطبيب ديالك غادي ترجع باش يدير معاك لو سويفي باش يشوفوا واش الجرثومه باقيه ولا الحمد لله تعالجات بالدواء. يعني سريعا فيما يخص الاكل ما غاديش نعطيك دي ريكومونداسيون كثيره، خاص الانسان يتبع يعني ماكله صحيه، يتبعد على المقليات، يبعد على المواد المصنعه، يكثر من الخضار والفواكه واللحوم بيان سور بكميه معقوله. وكتبقى يعني التتبع مع الطبيب ديالك هو اللي غادي يكون مزيان، غيعطيك نصائح اكثر على حساب الحاله ديالك لانه هو اللي شاف الحاله يعني في الفحص وفي المنظار وشاف نتيجه تاع التحاليل. يعني هذاك ماشي زعما كاين شي حاجه اللي خطيره ولا خايبه ولا الحاله ديالو مش خطيره يعني هو شوف الطبيب ديالك هو اللي غادي يقول لك اكثر لانه هو اللي شاف اشنو المشكل اللي كان في المنظار. وكنظن لو كان شي مشكل خطير في المنظار كان غادي يقولها لك. مي يعني في اغلب الحالات الجرثومه ما كتكون شي حاجه خطيره، يعني كتعطي التهابات اللي اون فوا كياخذ الانسان الدواء ديالها كتمشي من بعد. يعني ما تخافش غير ان شاء الله يكون خير. يعني كتاخذ الدواء ديال التريتمون ديال المده اللي عاطيني يعني كتمشي غير خصك تاكد واش مشات ولا لا، وهذا الشيء غتناقشوا مع الطبيب ديالك. خاصو ضروري يرجع للطبيب ديالو باش يتاكد واش مشات الجرثومه ولا لا.
داكور ان شاء الله. من ناحيه اللحوم زعما كاين انسان ما يكثرش فيهم ماكشي هي ياكلها بكميه معقوله، هي ما منوعاش على انسان عنده جرثومه المعده يقدر ياكلها بدون مشاكل. ومن ناحيه هذاك الاكل السريع دكتور العربي الفاست شوف الاكل السريع احنا غادي نهضروا عليه هذا باسكو جايكم في لو كان شي مشكل خطير في المنظار كان غادي يقولها لك. مي يعني في اغلب الحالات الجرثومه ما كتكونش شي حاجه خطيره، يعني كتعطي التهابات اللي اون فوا كياخذ الانسان الدواء ديالها كتمشي من بعد. يعني ما تخافش غير ان شاء الله يكون خير. يعني كتاخذ الدواء ديال التريتمون ديال المده اللي عطيني يعني كتمشي. غير خصك تاكد واش مشات ولا لا، وهذا الشيء غتناقشوا مع الطبيب ديالك. خاصو ضروري يرجع عند الطبيب ديالو باش يتاكد واش مشات الجرثومه ولا لا. داكور ان شاء الله. من ناحيه اللحوم زعما كاين انسان ما يكثرش فيهم ماكشي هي ياكلها بكميه معقوله، هي ما منوعاش على انسان عنده جرثومه المعده يقدر ياكلها بدون مشاكل. ومن ناحيه هذاك الاكل السريع دكتور العربي الفاست شوف الاكل السريع احنا غادي نهضروا عليه هذا باسكو جايكم في ملي كملت عندي واحد رايب شربته دازت واحد ساعه ما نقول لكش انا لا يدوزك في ديك المحنه دوزت النهار في العادات الحرقه كتطلع لي حتى الحنجره ديالي ما خليت ما درت وحاشاك ما بغيت نتقيه ما بغيت ندير حتى حاجه حتى 12 الليل وكثرت الغازات وكلشي من فوق عادي تفش داكشي داكو. والمشكل من داك النهار الى الان شويه كلشي قاصح شويه وجاني تحت الصوره ديالي هذا الصباح هذا شويه ديال الالام وملي فطرت بعدا دازني شويه وبغيت نسول الدكتور اصلا دوزت شهر هذا قال لي الطبيب عندك الغاز انت ما خصك تخلط ونصحني هاد النصائح ولكن انا عندي دابا 50 سنه مولف هاد الخدمه كنديرها وكان كل مرقه بالليل هاد الشيء كامل راه كنديرو كيمحني شويه بغيت نسول الدكتوره تنصحني بشي حاجه. الوغ بيان سور كما كنقولوا ديما خاصنا نفحصوا المريض باش نعرفوا مزيان الحاله ديالو. فعلا انت كتقول بانه خلصتي شي اطعمه في نهار الجمعه الحمد لله على حساب ما كتقول ما عرفتش واش عندك درجه الحراره مرتفعه واش كاين اسهال واش كاين دم واش كاين اعراض تاع الخطوره اللي غنهضروا عليهم من بعد ان شاء الله. كنتمنى انك تسمع باش تشوف الا كانوا عندك واحد من هاد الاعراض غيخصك تشوف طبيب في اقرب وقت. حنايا كاطباء ديما كننصحوا الانسان انه يدير استشاره طبيه لانه ما كيعرفش دوك الاعراض واش ناتجه عن تسمم غذائي ولا شي حاجه اخرى. دونك اون اتوندون غنصحك انك تحيد الماكله يعني المعلبات تنقص من لي صوص وما تخلطش سورتو يعني خذ الخضار نقص الا كان الاسهال ما تاكلش بزاف الخضار الفواكه الموسميه هي ما تكثرش منها بزاف الانسان يطيب مزيان الماكله وكنصحك كمان تشوف طبيب باش تيقن انه كلشي مزيان باين ان الجهاز الهضمي فيه مشاكل. الماكله الليل قال لك انا كناكل بالليل المرقه شوف ماكله الليل هو الانسان خصو ديما يحترم مواعيد الماكله ويتفادى الماكله ديالي. شنو هي ماكله الليل؟ يعني ان الانسان خصو دكتور سارة شكرا لك سي العربي على الاستشارة ديالك. حنا معكم راه الإشارة وغادي نمشيو سريعا باش ما ياخذناش بزاف ديال وقتك دكتور انا عارفه انه كثير ديال المكالمات غتكلفنا شويه من الموضوع. غادي نرجعوا دكتور العياسي سارة اخصائي في امراض الكبد والجهاز الهضمي لما كنتكلموا على التسممات الغذائية غيسولونا الناس شنو هي الأطعمة اللي كتسبب لنا اكثر التسممات الغذائية. انت شرتي لها قلتي المعلبات يمكن الأطعمة المصنعة شنو غير ماشي غير الأطعمة المصنعة اللي كتخلق مشكل بالعكس الأطعمة اللي كتخلق مشكل كبير هي الأطعمة الطرية بحال البيض الأسماك اللحوم يعني اللحوم الحمراء ولا البيضاء مشتقات الحليب سورتو مشتقات الحليب المشكل اللي كيوقع فيها انه ما كتحترمش ديك لاشين دو فخوا يعني درجات الحرارة سواء في التخزين ولا في النقل ديالها والفواكه البحر كما قلنا انها كدير لنا مشكل ديال ليباتيت ا وندخل يعني منها وإيباتيت أو حاجات أخرين. دونك ممكن الماء مثلا شرب الماء غير في شي بلاصه ما هي الماء تهوى من بين المسببات ديال التسممات الغذائية يعني سورتو الماء إلا ما كانش تخطي يعني ما كانش مراقب ولا مثلا مد معالج إلا بير ما غير معالج ماء اللي بقى مثلا في قنينات بلاستيكية ولا بقى محطوط يعني على برا ما مغطيش كيقدر يطيحوا فيه جراثيم يعني تعرض للشمس مثلا في السفر كنا غاديين تعرض للشمس وي ممكن ولكن سورتو خاصو يكون مغطي وما يكونش عرضه للهواء الطلق والشمس. واخا دكتور معنا ساره كيدار لي ناديه من كازا ناخذ السؤال ديالها سريعا ومن بعد نكملوا.
لأنه كذلك من بين الأمور باش نفرقوا ما بين أعراض تسمم الغذائي ونزلات المئوية. كتعرفي أن الوليدات كيكونوا أكثر عرضة للنزلات المئوية في هذه الوقيتة هذه، رغم أنه راه الصيف راه كاين الوليدات اللي كيمرضوا. فباش تفرق الأم أو باش نفرقوا حنا كأسر ما بين أعراض تسمم الغذائي وما بين نزلات المئوية، شنو كيفرق بيناتهم؟ بعد ما ناخذوا نادية سريعا. السلام عليكم سيدة نادية. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا شكرا على هذا الموضوع الشيق وموضوع مهم جدا وخصوصا في هذا الصيف. السؤال ديالي هو بنطولش عليكم. الله يخليك، بغيت نسول الدكتورة، إلا تعرض الإنسان للتسمم أشنو الوقاية، أشنو الخطوات اللي يدير؟ الإسعافات الأولين نقدروا نديروا قبل ما نوصلوا للمستشفى ولا للمستوصف؟ برافو عليك نادية، هذا سؤال تو مبرمج إن شاء الله غادي نجاوبوا عليه. فشوف المستمعات ديالي راهم متنبهين معنا. لا لا متبعين معنا تبارك الله. شكرا لك نادية، خليك معنا حبيبة في الاستماع، غادي نجاوبوك على هذا السؤال. دكتور، الفرق ما بين نزلة المعوية وما بين التسمم الغذائي باش نفرقوا بيناتهم؟ ألوغ ملي كنقولوا نزلة معوية بحال كنعنيو بها التهاب ديال الأمعاء، ومني كنقولوا التهاب هو واحد الكلمة شاملة كتشمل بزاف ديال الحاجات، منهم يعني التهابات اللي كتجي من فيروسات جات من أطعمة ولا غير أطعمة، وكاين شي أمراض التهابية حتى هي كتقدر تعطينا بحال هاد الأعراض ديال النزلات تاع المعوية. باش نقول لك أنه الأم تفرق ما بين الأمراض بجوج كيكون شوية صعيب، باسكو الأعراض كتشابه، وشي مرات كيقدر يكون حتى العلاج كيتشابه، لأنه في أغلب الحالات حنا غنهضروا على هذا الشيء في التسممات الغذائية، يعني كنعالجوا على الأعراض، ماشي ديما كنعطيو مضادات ديال الميكروب باش نقتلوا البكتيريا. داكو، دونك انا اللي كنصح الامهات يعني كما قلتها لكاع الناس اللي دوا معنا قبيله، باللي الانسان فوق ما يشك في شي اعراض ولا يعني يدوز شي ساعات محش براسو مزيان يشوف الطبيب، يستشر مع الطبيب باش يكون متيقن انه ما كاينش شي حاجه اللي الله يستر خطيره اللي تقدر تؤدي لعواقب وخيمه. طيب، باش ما نتعرضوش للعواقب وخيمه لا قدر الله، ياك حنا حياتهم غاليه علينا وبغينا نعرفوا شنو ممكن نقدروا نديروا نعتقوا، خصوصا اللي كتكون فئه هشه يعني الاطفال صغار، موسين، مراه حامل وغيرهم، يعني كلشي راه مهم. ناديه سولات رد مثلا شو غنقدروا نديروا الا شكينا في تسمم غذائي مثلا؟ الوغ الا شكينا في تسمم غذائي كما قلنا كاين اسعاف اولي، اسعاف اولي او كما قلنا الا شكينا في تسمم غذائي الانسان يحاول يمشي اقرب وقت يشوف يستشر مع الطبيب. ونطوندو مثلا وليدات صغار الا كان عندهم الاسهال كنصحوا الامهات انهم يعطوهم يشربوا مزيان باش ما يسقاش من ديزيدغاطاسيون، يعني باش ما ينشفوش من الماء سورتو في فصل الصيف اللي كتكون درجات الحراره طالعه بزاف. الا كان مثلا درجه الحراره طالعه الانسان قبل ما يوصل عند يعني المستشفى ولا يوصل عند الطبيب، كاين شي ناس اللي تيكونوا ساكنين في بلايص شويه بعاد على المراكز الاستشفائيه، كننصحوا الناس انهم يديروا كمامات ولا كمادات فيهم الماء يحطوهم على الراس ديال الانسان، يحطوهم في يعني في ليكود، يحطوهم هنايا في حدا الفخذ باش انه يبرد شي شويه. يتفادى الا حسينا بسخانه طالعه الانسان يحاول يتفادى ديك الساعه يحبس كاع الماكله ديال يعني الماكله المعلبات لي صوص شي حاجه مصنعه اي حاجه شك فيها، ياكل غير ديك الشيء اللي موجدو هو في الدار ولا يوجدوا ليه فرد من العائلة. وإلا كان إسهال كنصح الإنسان أنه ينقص شي شوية من الخضروات والفواكه، يحاول يأكل الرز، يأكل البنان. البنان من بين الفواكه اللي كيعاونوا بزاف على الإسهال. واخا في الغالب الأحيان كنبغيو أنه نسترجعوا داكشي اللي كلينا، يعني نحاولوا نتقياو بهذا المعنى، وما كيسعفناش الحال لأنه بعد الأخر ما كنقدروش نردوا، فتنديروا شي طرق باش نخويو، كنقولوا داكشي اللي كليتي يخرج. هل هي فكرة صحية مزيانة ولا ما كنصحوش الناس أنهم يحاولوا هما يبروفوكيو الردان، لأنه كيقدروا يوقعوا مشاكل في الحنجرة، كيقدروا يوقعوا مشاكل أخرى. يعني الردان إلى الإنسان حس بالردان يعني كان داكشي سبونطاني عفوي بوحدو ماشي مشكل، ولكن محاول ما يفتعلوش ما أمكن. واخا دكتور، فغادي نمشيو سريعا، كانت معنا مكالمة ومعنا كذلك وقفة إعلانية، غادي نمشيو تمام 10:45 عندنا وقفة مع الإعلان ومن بعد راجعين نخليكم معنا مستمعين. رجعنا معكم سريع المستمعين الأعزاز، مرحبا بكم، شكرا على كم ديال الأسئلة اللي كتبتوا لي، رقمنا ديال الواتساب وكذلك على الستاندار فاللي خطيكم معنا، تبارك الله كاين بزاف ديال الاسئله. حضر معنا دكتور ساره العياسي، اخصائي في امراض الكبد والجهاز الهضمي. مستمعينا الاعزاء، تنتكلموا على التسمم الغذائي، انت شفتي الاهتمام ديال المستمعين ديالنا الاعزاء، فما اكيد على بال وكاين تخوف لمسنا فعلا، كاين تخوف على الاسئله اللي كيطرحوا، وحنا كنحاولوا على قدر ما استطعنا نطمنوهم، ياك دكتور، باش يستمتعوا بالاجواء ديال العطله ديالهم ان شاء الله، يدوزوا الصيف ديالهم بخير وعلى خير يا ربي امين. هادشي اللي كنتمنوا، والله يحفظ وليداتنا ان شاء الله. محمد من مراكش، ياك دكتور، غادي نحاولوا نتكلموا على مراكش لانه يعني مدينه سياحيه كتجذب بزاف ديال الناس ياكلوا ويتناولوا اكل شعبي، خصوصا المطاعم الشعبيه في مراكش اللي ما كليتيهاش ما كليتي والو. ياك سي محمد، السلام عليكم.
اهلا وسهلا استاذ سميه كريمو، مرحبا بالدكتوره طيفه الكريمه وسنه جاريه سعيده. المهم الغذائي من غير كما قالت الدكتوره الصيف اللي كتكثر فيه المشاكل لان خارج المطبخ وخارج البيت بالاولاد وكان نمشيها وناكلوا برا مع الرياضة ومع المشي ومع الهواء طلقوا البحر سواء كنا في سياحة جبلية أو في سياحة قرب الشواطئ. أنا بغيت نركز على واحد المسألة هي هذيك العطرية، العطرية اللي كنشريوها مطحونة ما كنعرفوها شحال بقات غملات ولا قديمة، راه ما لا يعقل غادي نمشي عند البقا نقول له عطيني 3 درهم ولا درهم طلب الزر، ما كاينش البزار كيدير 150 درهم واش غادي يعطيك درهم ولا 2 درهم؟ هنا في هذا هو بيت وداع، وفي الغالب كيكون المطبخ داخل البيت باش ما نلحوش اللوم على المطاعم. ممكن نحرمو داخل البيت، نحيدو المواد الحافظة ونحطاتو منها إلا حليناها خاصها دار مرة فلاح، ثم لأن المطبخ هو بيت الدار بالدرجة الأولى، من الأحسن نشريو العطرية ونوقفو عليها تطحن ولو بكمية قليلة وتكون ذات منفعة كبيرة ونعرفوا اش طحنا اش تقدينا وتنشوفوها بالعين، ماشي نبقاو تنشريو لي بودر لأن كاين اللي كيستغلوا كما وقع في مراكش بمنطقة المحامين لعائلات قريبة مشات فيها 6 وفي المجموع 26 في مختلف الجهات ديال مراكش، وهذه مسألة قبيحة بزاف، نبغيو الدكتورة تنورنا أكثر في هذه المسألة. وشكرا لك. شكرا لك السي محمد على المداخلة ديالك، فعلا شرط الدكتور أنه ماشي فقط دائما المطاعم، يقع مشكل في المطاعم في يقدر يكون في قلب دارك وفي بيتك وفي كوزينتك يقع مشكل كما قلنا. فعلا نقطة مهمة اللي قالها السيد سيكو العطرية لأنه كتدخل بزاف في المطبخ المغربي، كنستعملوها يوميا وكنستعملوها بكميات كبيرة بارابور المطابخ أخرى، وفعلا هاد العطرية يعني كنصحوا الناس أنهم يطحنوها بوحدهم في الدار لأنه أمه كيعرف راسه أشنو طحن، يعني ما كنطعنش في المصداقية ديال الناس اللي كيبيعوا العطرية كاملين. ما غاديش نقول لها سي محمد الغشرة وارد كاين اكزاكتو، يعني كيما كاين الناس اللي كيديروا هذه البزره تعطيك اكزاكتو واحد غيمشي يتقدد لها، ناهيك على انه طريقه الحفظ تاع هاد العطريه اللي ما كتكونش مزيانه في اغلب الوقت ما كتكونش مسدوده، يعني كتكون هكاك ديكوفيرت على الهواء الطلق، يعني كيكون عرضه للميكروبات الناس اللي كيجيو كيقدر ينسى البوطه ممكن غير ديك درجه الحراره اكزاكتو، الا سورتو الا كانت القرعه ما مسدوداش مزيان وكما قلنا الغموليه كتعطي شي مرات عواقب وخيمه. فحاجه هي نشريوها ياك حبوب ونطحنوها على يدينا من الاحسن، من الاحسن حاجه. واخا دكتور شكرا لك على الجواب. غادي ننتقلوا سريعا فاطمه زهره من الفاس. فاطمه زهره السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فاطمه زهره نقسم الراديو الله يرضى عليك، الصوت ديالك يرجع باش نسمعوك. الو تفضلي فاطمه زهره. مرحبا ليلى، مرحبا بك، تفضلي. لك جزيل الشكر، كنشكر الدكتوره واللي معك وكذلك انت مقدمه البرامج في هذا المجال، الله يجازيك بخير. مرحبا. الله يخليك. انا يمكن عندي واحد السؤال شويه بعيد. انا عندي ماما فوق ما كنعطيها الكبده كتصب بهذا التسمم، سواء الكبده ديال الخروف او لا ديال الدجاج او لا ديال العنب، غير بغيت نعرف شنو هو السبب الموجود، الماده الموجوده في هذه الكبده اللي ما كتوالمهاش. انا قطعتها في مره لان ثلاثه النوبات وهي كتوقع لي، جميع الحيوانات في معطف لها الكبده ديالهم كتشد لي. شنو الاعراض اللي كيوقعوا لها؟ كتطلع لها السخانه وكنلقاو الميكروب طالع في الدات وكتوقع وما كتقدرش تاكل لي صافي، كتنش ما كتاكل ما كتقدر لا تاكل ولا تشرب، صافي كتبقى غير صافي غير بحال ناعسه وصافي. السخانه كتطلع لها. شو دكتور ساره شو الوغ الراي ديالك سيرك لهاد الحاله اللي كتوقع للام؟ الوغ كما كنعاود نقولها مره اخرى، صعيب عليا بزاف انني نعطي راي دقيق وانا ما شفتش المريضه، ولكن غنجاوبك بصفه عامه، وانه درجه الحراره اللي كتطلع وهاد الميكروب اللي كيلقاو في الدم ممكن يكون عنده علاقه بديك الكبد اللي كتاكل، ممكن يكون عنده علاقه بشي حاجه اخرى ما نقدروش نعرفو 100%، يقدر يكون جات في واحد الظرفيه انها كلات ديك الكبد وربطنا ديك الكبد بداك الاعراض اللي عندها. ممكن غير يعني ممكن تكون صدف، يعني انا ما عرفتش شنو ممكن، ولكن انا صعيب عليا نعطي نجاوب على هذا السؤال لاني ما عرفتش شنو هو النوع تاع الجرثومه اللي كيلقاو عندها في الدم. ولكن قلت لك باختلاف انواع الكبد ديال بزاف ديال الحيوانات. شوف كشي جربه ديال الغنمي، جربات كتك ديال الدجاج، شي مرات كيوقعوا لهم شي مرات كيوقعوا دي زانديجيستيون، يعني عسر ديال الهضم.
هو عسر الهضم اون جينيرال ما كيعطيش حراره وما كيعطيش ميكروب، يعني كيخلي الانسان بحال هذيك الذات ديالو ما قبلاتش ديك الماكله. ماشي حيت ديما كاين جراثيم، مي كاين اختلافات ما بين الناس، انه شي مرات شي حاجه اللي ما كضر حتى شي واحد، ولكن هو ملي كتاكلو كدير ليه عسر الهضم. دونك يقدر يكون هذا هو السبب. يعني صعيب باش نقولوا انه ديما كيوقع تسمم، سا سيبوز انك شريتيهم من نفس البلاصه في نفس ظروف التخزين، عاد باش نقدروا نربطوها مع تسمم. ابخي ما كنقولش بانه ما يمكنش توقع، يعني صعيب نجاوبك بدقه، مي اون جينيرال الانسان خاصو يحضي مع الماكله ديالو. هادشي غادي نهضروا فيه ان شاء الله. واخا حبيبتي، شكرا لك دكتور ساره على الجواب. شكرا السيده اللي تواصلت معنا، نتمنى تكون سمعت الجواب ولا شكات في حاجه تستشر طبيب. لا احسن دكتور، غادي نمشيو سريعا. دكتور ساره، فكره ديال انك شرتي الجهاز المناعي، خصوصا الجهاز المناعي اللي كيكون ضعيف ياك في مقاومه خطر ربما هاد الجراثيم اللي كتدخل وهاد الميكروبات وهاد الفيروسات، فبالتالي انه كيفاش ممكن نفهمه انه كيأثر الجهاز المناعي الضعيف على خطر الاصابه بالتسمم الغدائي؟ الو، خاصنا نعرفوا بانه يوميا كنكونوا عرضه لعشرات الى ما قلناش المئات تاع الميكروبات. عندنا ميكروبات في الجلد ديالنا، عندنا ميكروبات في الشعر، عندنا ميكروبات في ديكشي اللي كناكلو. يعني الماكله اللي كناكلو واخا تكون مقاده في ظروف مزيانه راه ضروري فيها جراثيم، ولكن الحمد لله بفضل الجهاز المناعي ديالنا ماشي اي جرثومه دخلنا فيها اون كونتاكت راه غادي دير لنا مشكل. داكو، شنو هو الجهاز المناعي؟ الجهاز المناعي واحد الكلمه اللي بحال جلوبال كتعني مجموع الخلايا ديال الذات اللي بحال دوك الاجنده اللي كتحارب دوك لي كور الداخله على الذات ديالنا. اي حاجه غريبه كتدخل اي حاجه غريبه كتدخل كتحاربها، جنود الدفاع. يعني هما جنود الدفاع، ويوميا هاد الجنود خدامين واخا ما كنحسوش بهم، زعما الحمد لله نعمه من عند الله. الوغ شي مرات كتقدر هاد المناعه تنقص في شي حالات، سواء حالات مرضيه ولا حالات غير مرضيه. الحالات المرضيه بحال انسان عنده مرض السكري، بحال انسان اللي كيدير لي شيميوثيرابي، اللي عنده لي كونسير، اللي عنده امراض مناعاتيه. وكاين شي حالات اللي غير مرضيه بحال المراه الحامل. المراه الحامل ماشي مراه مريضه، ولكن الحاله ديالها كتخلي لنا انه كيوقع واحد التغيرات في الذات ديالها اللي كيبحال لي كتنقص الكفاءه تاع دوك الخلايا المناعاتيه ديالها، وكتولي عرضه اكثر للجراثيم بحال كما قلنا لا توكسوبلازموس. نقدر الانسان ياخذ لا توكسوبلازموس ما يوقع ليه والو، ولا يحس بشي حاجه خفيفه ما ينتبه ليهاش اصلا، ولكن الا جات عند لافام اللي حامله يقدر الله يستر تعطي شي حاجه تخيبين. يعني حاله من غير حاله ياك، ما نعرفوش كتختلف. هذا اللي خلينا شويه اكثر فضول للدكتور ساره، ويسمحي لينا في هذه الاسئله. شو الاسباب الرئيسيه اللي غتخلي مثلا هيا اسره كامله كلات من نفس الماكله من نفس المحل، يمكن تشاركوا في نفس الطبق، ولكن شي غادي يتسمم وشي ما غيوقع ليه والو، علاش؟ الوغ اول حاجه اللي قلنا سي المناعه. المناعه كتختلف من انسان لانسان، فيها شي واحد الجزء اللي هو جينيتيك، يعني كيجي في الجينات ديالنا، وكاين شي حاجات عندها علاقه بنمط العيش ديالنا، بالادويه اللي كناخذوا، يعني بالامراض اللي كتصيبنا. كاين اوسي الانسان واش عنده امراض مزمنه ولا لا. يقدروا جوج الناس خداو نفس الطبق، واحد ما عندوش امراض، واحد مثلا عنده مرض سكري، يقدر هو يتصاب بالتسمم، الاخر لا، ولا يجي واحد الاعراض خفيفه ما غاديش يحس بها. كاين حاجه اخرى، انه مثلا ملي كناكلوا كاملين من نفس الطبق يعنيش اننا كاملين كلينا نفس الكميه. وعاوتاني واحد الطبق راه تيكون فيه بزاف المكونات، يقدر واحد المكون من دوك المكونات هو اللي فيه المشكل. مثلا واحد كلا منه بزاف، واحد ما كلاش، داكشي علاش غيتصاب تسمم ولا والاخر لا. واخا طيب، غادي نقولوا انه فعلا انا قلتها في التقديمه ديالي، انه سمعنا حالات وفاه لا قدر الله، فملي غتسمع حالات وفاه نتيجه تسمم غدائي فهنا شويه صعوبه كيخف. الاسباب الرئيسيه اللي غتخلي انه واحد كلا مثلا غير ساندويتش في واحد المطعم كيف ما كان، باش ما نقولوش غير المطاعم الشعبيه، ممكن يعني توقع في اي مطعم كيما بغى يكون، انه غيتعرض للوفاه لا قدر الله، شنو غيكون تفسير هذه الحاله هذه؟ علاش غادي يموت بسبب انه تسمم؟ الوغ هنا بغيت ناكد على واحد المساله، هو انه الحمد لله زعما في اغلب الاوقات داكشي اللي كنشوفوا في الكوتيديان هو ان التسممات الغذائيه كتخرج طريفه. يعني كنسمعوا بزاف راه كليتي حاجه ضراتني، راني خديت غير شي عشبه، خديت هذه وحسيت براسي مزيان، يعني الناس حتى هما كيقدروا يديروا وصفات منزليه وكذا. زعما الحمد لله، ولكن ديما كنصحوا الانسان يستشار الطبيب، لانه ما كيعرفش شنو كيوقع. علاش؟ لانه شي مرات كيكونوا شي علامات خطوره الانسان ما كيحش بها ولا ما كينتبهش ليها، ومني كتفاقم ولا كتهمل هي اللي كتادي للوفاه. وهنا بغيت ننبه الناس بزاف لهاد العلامات الخطوره. مؤخرا يعني دولات اخبار انه وفاه جماعي، يعني راه ماشي واحد ولا جويجات، راه تبارك الله تتكلمي على ارقام هنا. اكزاكتومون، بغيت هنا اللي بغيت نوعي الناس بدوك علامات الخطوره، الا حس بهم خاصو يمشي للمستعجلات بلا ما يتعطل. اول حاجه حراره مفرطه ما بغاتش تنزل،
تنزل. ومني كنقول ما بغاتش تنزل يعني ماشي الانسان يتسنى ايام هو في الحراره، يعني راه ساعات كنقدروا نهضروا بساعات، انسان حس براسو ماشي مزيان خاصو يمشي. خاصنا نهضروا على الم في البطن، يعني الانسان دراتو كرشو بواحد الشكل اللي صعيب شويه اللي ما قدرش يستحمل، يعني حريق الم، حريق الم خاصو يمشي يستشر مع الطبيب. سورتو انه داك الالم اللي ما مشاش دي فوا كيقدر الانسان يشد واحد شويه الوجيعات وكيمشيو من بعد، ولكن الانسان ما بغاش يمشي الالم خاصو يمشي. عاوتاني الاسهال، الا كان عدد كبير ديال الاسهال فوق 5-6 تاع ديال المرات اللي كيمشي للطواليت في النهار، ولا كان الدم سيغتو إلا كان الدم ضروري خاصو يشوف الطبيب. وحاجة أخرى الصفورية اللي كيقولوا ليها الناس، كل واحدة شنو تيقول ليها، كاين اللي كيقولها الصفورية، كاين اللي كيقولها بوصفر، هي ملي كيتلون الجلد والعين بواحد اللون أصفر كيتسمى باللغة العربية اليرقان. هذا يقدر يكون علامة على هيباتيت أ، الالتهاب الفيروسي أ، ولا التهاب كبدي بسبب سموم أخرى. يعني هادو علامات خاص الإنسان يمشي يشوف، يمشي أقرب وقت المستعجلات، لأن بحال هاد العلامات كتكون كتبين لنا بأنه كاين حالة خطيرة تقدر تؤدي للوفاة. وبغيت نقول واحد الملاحظة مهمة بزاف وبغيت الناس يعقلوا عليها، ماشي أي أعراض اللي كيبانوا تسمم راهم تسمم، هاد الأعراض ما تيكونوش غير في التسمم. سرطان ممكن يعطينا، إسهال ممكن يعطينا، ألم ميكروب ولا مرض مزمن ممكن يبدأ بهالطريقة. وكاين شي مرات التسممات الغذائية بحال غير كتبين لنا واحد الأمراض اللي كانت مخبية قبل. دونك اللي غادي ننصح الناس هو أنه يكون عندكم أي أعراض اللي ما بغاتش تمشي، استشروا الطبيب عافاك، لأنه ما كتعرفوش شنو كيوقع. واخا وهذا الشيء اللي غادي يوقع واش بسرعه غادي يوقف يوقع معنا، ولا خصو ساعات باش الله يشوف صراحه تكلموا لحالات قدر الله الوفاة. شوف بحال هاد الحالات تبغي اللي كنسمعوا عائلات ولا عشرات الناس اللي توفوا زعما الله يرحمهم ويوسع عليهم، يعني ما كنسمعوهاش ديما، يقدروا يكونوا شي مكونات اللي كتكون يعني شي سموم اللي كتكون خطيره، شي حاجه اللي ما كاينه تي مال كونسيرفي، ولا كتقدر تكون شي جرثومه اللي مقاومه بزاف واللي غلبات الجهاز المناعاتي. يعني واخا كانوا ناس اللي تبارك الله غارين في السن وصحاح، يعني اون ابارون صحاح ما عندهمش مشاكل صحيه، ولكن غلباتهم الجرثومه كما قلت لك. هذا الشيء راه بزاف العوامل اللي كتدخل فيها. طيب غادي نحاولوا نتكلموا على فكره ديال ماشي فقط غير الطياب الطهي، ولكن كذلك التخزين. التخزين ديال الطهي، التخزين هي نقطه مهمه كان ولا بد ما نتكلموا عليها ولو ما بقناش كثير ديال الوقت، ولكن بعجاله طرق التخزين مهمه للاطعمه خصوصا حنا في الدار. دابا نتكلموا الدار او غادي نخرجوها معنا نديوها معنا سواء في الشاطئ ولا في السفر، فكيفاش غادي نخزنوها؟ الو هاد طرق التخزين ما كنهضروش غير على الناس في الدار، كنهضروا حتى على الناس اللي كيخدموا في المطاعم باسكو حتى هما كونسيرني، حتى هما كياكلوا عندهم الناس. حاطها مثلا في الثلاجه يطيبها اكزاكتومون، هادشي اللي غيخلي انه يعني لا كاليتي تاع المطاعم عندنا غادي تطلع والناس غيبقاو يمشيو ياكلوا برا بلا ما يخافوا. الوغ بالنسبه للاطعمه، اول حاجه غادي ننصح بها الناس انه اون فوا يرجع من السوق من التقضيه خاص ديكشي كامل يتخشى في الثلاجه في الفريغو في البلاكار. وكنبداو اول حاجه بالاطعمه اللي خاصها تطلع المجمد هي الاولى، ما تسناش ماشي تا نجلسوا نقادوا كلشي عاد باش نصايبهم، هي الاولى تدخل المجمد، عاد ديكشي اللي كيدخل الثلاجه وديكشي اللي كيدخل البلاكار ماشي مشكل الا تعطل شي شويه. ثاني حاجه غنصح بها الناس ما يبقاوش يحلوا يسدوا في الثلاجه بزاف، هاد القضيه كنديروها كاملين يعني خصوصا في دار فيها وليدات. اكزاكتومون كل واحد كيتشهى شي حاجه دونك كنحلوا، ملي كنحلوا نسدوا كنخسروا درجه الحراره ديال الثلاجه. الوغ بالنسبه للثلاجه بغيت ناكد على انه راه كتكون مقسمه بزاف تاع لي زون، كاينه لا زون البارده اللي كتكون قريبه من المجمد، هذه كتكون نورمالمون مديوره على حسب اللحوم والاسماك اللي بغينا نطيبو هذيك الساعه في ديك الوجبه اللي غتجي من بعد. كاينه ديك لا زون انترميديير اللي جات في الوسط، نورمالمون هي اللي تنديرو فيها دوك الماكله اللي ديجا طايبه ولا ديك يعني العواصير ولا الياغورت ولا شي حاجه. وكاين داك لو باك اللي تيكون تحت تنديرو فيه الخضار والفواكه. الباب كيبقى يعني المشروبات، كيبقى الماء، العواصير اللي ديجا بديناها، الزبده والبيض. الوغ حاجه اخرى خاص الحاجه الغلافات، يعني الماكله ملي كنجيبوها كتكون مغلفه وجينيرالمون كنديروها حتى حنا في الساشي وكتقدر تكون في بزاف الاغلفه. دي فوا كنتهاونوا كنحطوها هكاك في الثلاجه، كنصح الناس يحيدوا الاغلفه يخليوا واحد اللي غادي يحمي الماكله باسكو الاغلفه الاخرى غادي تخلي درجه الحراره ما توصلهاش، ما غادي التبريد باغدون ما غاديش يوصل مزيان وغادي تخسر لنا دغيا. او حليتي مثلا شي حاجه وما كملتيهاش، مثلا طيبتي غير نصا وبقى نصا، خاصها تسد مزيان. فوالا وهادي غتجيبني لواحد المساله اخرى هو انه الحاجه مثلا كانت في الثلاجه بلاستيك غذائي ولا احسن حاجه لي بواط ديال الدجاج هي احسن حاجه. وبغيت نبه لواحد المساله كتوقع بزاف العيالات اللي كيطيبوا في لا كويزين، انه مثلا كتجبد الزبده، كتكون الزبده مثلا حطاتها في الثلاجه جبدتها طيب بها كتجبدها كتستعملها وكتنساها شي مرات فوق سطح العمل، حتى كتبغي عاوتاني تدخل شي حاجه الثلاجه عاد باش كترجع. خاصك تعرف بان في ديك المده فاش خرجاتها راه كتقدر تكاثر بكتيريات سورتو في ديك درجه حراره المطبخ اللي كتكون طالعه، دونك كتكاثر بكتيريات ومني كترجعها للثلاجه كتولي ديك درجه حراره الثلاجه غير
كافيه باش تقتل لنا دوك البكتيريات. لا ما يعني قدينا بالحاجه ردوها خلاص ديك الساعه. لا ميم شوز بوغ لي صوص، ولا مثلا شي حاجه مبديه غنهزو غير قياسنا نديروه في الطبصيل ونعاود نرجعو الشيء الاخر داكو. وعندي واحد الحاجه مهمه بالنسبه للماكله اللي ديجا طيبه هذه، لان كتوقع بزاف دابا الناس خدامين، الناس كيقراو، الناس يعني ما كيقدوش يقادو الماكله ديال الساعه، خاصهم يقادوها على تيساع باش يديوها معاهم. اول حاجه الماكله اللي طيبه خاصها غير تبرد دخل ديك الساعه الثلاجه، يعني في ان دليل اللي ما كيفوتش ساعتين تلمكان داكو. خاص الا دخلت الثلاجه تبقى في درجه حراره اقل من 5 درجه، وخاصها تكونسوما في لي 3 جوغ، يعني 3 ايام من بعد ما تخزن. وحاجه مهمه بالنسبه للحوايج اللي طاريين بحال عصير الفواكه اللي طاري ولا سلطه، خاص يتكونسوما في 24 ساعه. ونفس الحاجه بالنسبه للاطعمه اللي مصايبه اباز ديال البيض النيء، يعني بحال لا مايونيز ولا صوص، خاصهم يتكالوا في نهارهم ما يبقاوش. الخضره كتبغي ان نغسلوها قبل ما ندخلوها الثلاجه ولا نقدروا ما نغسلوهاش؟ ماشي هو كيسولوا واش نغسلوه ولا ما نغسلوش، هو ماشي مشكل، يقدر ما يتغسلش حتى يبغي الواحد يستعمل ديك الاطعمه عاد باش ديك الساعه يغسلها. نفس القضيه عاوتاني غادي يمشيو للشاطئ غادي يبقى نهار كامل معنا الماكله، خاصها تكون دون اون غلاسيير، يعني ضروري مبرد، خاص يكون مبرد يعني كاليتي مزيان. استثمروا فيها وشريوا الله يرضي عليكم. راه ما غادي تعاونكم بزاف وتحميكم وتحمي صحتكم. وحاجه اخرى خاصنا نراعي وعاوتاني دوك لي كاركتيرستيك تاع المبرد، يعني راه كيكون مكتوب المصنع كيقول لنا هذا المبرد شحال كيشد تاع البروده، يعني ماشي حيت ديت مبرد مثلا غنخلي فيه الماكله 12 ساعه. الوقايه دكتور، هل بامكاننا نقدروا نحميو راسنا نستمتعوا في اجواء الصيف ناكلوا في مطاعم، شنو الحاجه اللي ردوا لها البال، فين حنا مسؤوليتنا كتبدا وشنو خصنا نديروا باش نحميو وليداتنا؟ بالنسبه للوقايه، الوقايه كتبقى هي خير علاج في مجال التسممات الغذائيه. الوقايه كتخص اوسي بيان المستهلك كو ارباب المطاعم والطباخين، باسكو كلهم كيتشاركوا المسؤوليه مشتركه. صح، انت كيبان لك بعين المجرده كيبان لك شي بلاصه ما فيهاش اكزاكتومون. بغيت نحكي على واحد القضيه عاوتاني باش نكونوا صريحين، حنا ما كنقولوش لا مطاعم شعبيه في كيوقعوا فيهم التسممات، لا مطاعم ماشي شعبيه كيوقع فيهم، لان ما عندهاش علاقه بشعبي ولا لا، عندها علاقه بالنظافه ديال الانسان واش كيحترم السلامه ولا لي ميزور ديال السلامه ديال الاطعمه. دونك اول حاجه كناكد عليها هي النظافه، واخا كتبان شي حاجه بديهيه ولكن مع الصيف مع الخروج كنقدروا نغفلوا عليها. الانسان خاصو يغسل يده مزيان قبل الماكله، يغسل يده مزيان مورا لي طواليت، حيت شحال من حاجه كدوز في البراز، خاص الانسان يغسل مزيان سطح العمل، خاص الى الانسان عنده حيوانات اليفه يحاول يبعدها على الماكله ديالو، خاص مزيان يغسل مزيان الخضار والفواكه، وكنأكد بزاف على الخص والبقوليات، الطيات ديال الورق ديالهم كيجمعوا الطفيليات بزاف. دونك خاص الانسان يغسلها مزيان، يقدر يدير مثلا شويه د الماء وشويه تاع الخل غير شي دقائق ويحيدها. خاص الانسان يطيب مزيان اللحوم، والحمد لله مع المطبخ المغربي حنا كنطيبوا مزيان الماكله، اي سي اون بون شوز، كتنقص علينا بزاف ديال المشاكل. وبالنسبه للي سوب كنأكد عليها، لي سوب ديما خاصهم نوصلوهم لدرجه الغليان باش نكونوا متيقنين انها وصلت لديك 120 درجه اللي غتقتل لنا الجراثيم. وحاجه مهمه، خاص ديما الانسان يفرق ما بين الحاجه اللي طيبه والحاجه اللي طريه. شحال من مره كيوقع انسان مثلا كيقطع اللحم بدا واحد الموس، كيشد داك الموس كيعاود يستعمله في الفواكه ولا كيعاود يستعمله في السلطه، يعني هذه مشكله وحده موز الخضراء اكزاكتومون، لان اللحم غيطيب وغيموتوا الجراثيم اللي فيه، ولكن لا سلطه ما غاديش تطيب وغادي يبقاو فيها الجراثيم. طاويله كذلك ديال التقطيع حتى هي خاصها تغسل مزيان. صراحة مهم، وكانوا بزاف ديال النقاط بغينا نتناولوها ولكن لضيق الوقت 11:05 ديال الدقائق حنا متابعين ايضا فقرات اخرى. دكتور ياسي ساره، انا باسم كل متتبعين ديالنا ديال هذه الحلقه صراحه كنشكرك على الشرح ديالك الممتع، وكذلك فيه بزاف ديال الفوائد اللي نتمنى ان شاء الله اسرنا المغربيه تستمتع باجواء ديال الصيف بلا مشاكل يا ربي، وما نبقاوش نسمعوا هذه الانواع ديال الاخبار اللي كتقتلنا وكتزعجنا وكتخلي حتى راحه الواحد انه يخاف كاع يسافر ولا يتنقل ولا ياكل. فدائما توخي الحيطه والحذر ممكن، وان شاء الله ترافقكم بالسلامه يا رب. شكرا لك دكتور ياسر، شكرا لكم انتم، بارك الله فيك، شكرا للمستمعين. اخصائي في امراض الكبد والجهاز الهضمي، وايضا بغيت نذكر فقط غير بالرقم الاخضر، المركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه، هذا ديروا في بالكم قيدوه، ما تعرفوا الدنيا شنو تجيب، فضروري انه تعرفوا بحال هذه الارقام ديال بعض الحويجات اللي كنحتاجوا لها. هذا الرقم فتيشتغل 24 ساعه على 24 ساعه طيله ايام الاسبوع، 080 1180 080 1180، الا شكيتوا في اعراض يا اما جانبيه بعد ما خديتوا شي ماكله شي دواء، ربما شي حويجات اللي تبغوا تعرفوا تفاصيل اكثر عليها، مثلا غير بداك الاتصال تعرفوا شنو كاين. فنتمنى ان شاء الله يا ربي السلامه للجميع وعطله ممتعه لكم كاملين. غادي نمشيو فاصل بعد